السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في كرياسيون أم ياسين بمناسبة اقتراب الاحتفال بمولد النبوي الشريف. غادي نخدمو توزيعات الدراجي للأطفال ولا للكبار تاني. نحتاجو هنايا دونتيل، أي نوع تاع دونتيل تبغيه، كرتون قصيت على شكل دوائر الحجم اللي تبغيه انتيا، تكبريه ولا تصغريه. وهذا قطعة تاع الدم لون اسود، ونحتاجو تاني الدان لون بيج ولا ابيض ولا اللي كان، باش نغلفو به في الخلف تاع التوزيعات. دوك تفهمو كيفاش نسحقو لي زيستخاص، حاشيه دوري والبرا والخيط طبعا. ونحتاجو تاني الحاشيه للتزيين. دوك نشوفو الطريقه بالتفصيل. نبداو بالدوائر تاع الكرتون، نلصقهم في الدان في الخلف تاع الدان، ونسحقو قدكم البرا والخيط تاني. دوك نلصقهم بالكولا في الخلف تاع الدم، الجهة الخلفية، ونقصوهم على حساب هاد الدوائر. بهاد الطريقة هكا، ونقصوها على حساب الدائرة. هنا غادي ندير هذا الشكل ديكور تاع الكعبة الشريفة، على ديك اختاريت اللون الاسود، لونها هي مغلفة باللون الاسود. تبغي ديري لون اخر كما تبغي، انا نمد لكم الفكرة وانتم احرار. دورك غادي نعاود نجيب الدونتيل، هذه الدونتيل البيضاء، ونخيطها على شكل وردة، ولا مهم نخيطوها بليات دي بلي بالبرا والخيط عادي. قبضي البرا والخيط وخيطيها في الحافة تاعها. هنا كنت نشوف الجهه اللي تبري باش نديرها هي من الامام. هكا نخيطو نوع عادي خياطه باليد. ومن بعد نجبد شويه الخيط ونشكلها على شكل ورده هكا، نعبر على حسب الدائره اللي عندي، يعني بغيتي تكبريها بغيتي تضيقيها شويه. ونخيط هذاك عندو نتلاقاو هكا بشويه ديال البرا والخيط، ما تكثريش الخيط بزاف باش ما يبانش. نكمل بعد نلصق هذيك الدائره، نلصقها في وسط هذا الدونتيل، ندير لها ثاني الغراء ونلصقها ثاني بين خدمة اخرى قدامكم. هكا ونلصق، ندير الغراء ونلصقها في الوسط، درك عليها مليح. درك غادي نعاود نجيب اعواد الشواء ونلصقهم في الخلف. اعواد الشواء نلصقهم هما الولا في الخلف باش نعاود نغطي بهاد الدان لشكل دائره ثاني. هذه الجهه اللي في عنوي الخيط عنوي نتلاقى، وهي اللي نديرها من التحت هكا باش نخدمو حاجة مفينية. وندير الغراء ونعاود نلصق هاد القطعة تاع الدان تاني هكا باش نغطي هداك الكرتون ونغطي
العود تاع الشواء طبعا هكا ما يبان والو. هذا مجرد فكرة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للأطفال اللي فرحوا به. تقدي تاني تزيدي معهم ربطات تاع الحنة نفس الشكل، عشان ما ديريش غير عود شواء، ديري في بلاصته ديري الحاشية نفس الديكور وديري على شكل ربطات الحنة. دوك نجي ندير شكل بابيون بالحاشية الرقيقة ولا بالغليظة كيما تبغي على شكل وردة ونلصقها في العود تاع الشواء. نخيطوا عادي الوردة هذه باليد بالبرا والخيط. هكا ونلصقها هنايا من تحت، لصقها عند وين هذيك البلاصه اللي تلاقى فيها الدونتيل عند وين خيط، باش هكا قلت لكم نخدموا حاجه فينيه حاجه ما تبانش. هنايا لصقت قطعه ثانيه تاع الحاشيه مرقيقه ثاني باش تبان على شكل بابيون ورده هكا، وندير لها هذاك لي زيستراس في الوسط الثاني. ندير نفس الطريقه مع الثانيه. انا غادي نخدم 12 حبه دروك في هذا الديكور. دروك غادي نديرو الشكل تاع الكعبة الشريفة. نحتاجو لهنا هاد الحاشية البايتي اللي تجي هكا، تجي ترونسبارون بايتي دوغي ولا أرجون، فيها زوج بصح الكعبة الشريفة فيها دوغي، دونك اختاريت الدوغي. ندير هكا من الفوق شريط، ومن بعد تاني ندير هادوك المربعات الصغار من التحت وندير الشكل الباب. دوك انا نلصق هاد المربعات الصغار نتحصلوا على الشكل تاع الكعبة الشريفة.
هنا راني كملت هاد التوزيعات تاع الدراجين كما قلت لكم خدمت 12 حبه ودوك نزيد ندير لهم ثاني الحلوه ونلصقهم فيها. تقدروا تزيدوا معاهم قلنا قلت لكم ربطات تاع الحنه نفس الديكور وديروا لها الحاشيه وتقدروا ثاني تزيدوا معها الشمعات. دوك نجي ندير لهم الحلوه ونحزمهم هنا في عود الشواء ونزيد لهم ثاني بابيه. انا اختاريت تيل قصيت فيه مربعات صغار ودرت فيهم حبه تلت حبه تاع حلوه وعقدتهم بهذا تاع اللي من بعد الوزن حلويات نعقد به ونلصقهم بالغراء في العود الشواء ومن بعد ندير لهم ثاني بابيون باش نديكورو شويه. دوك نشوفوهم في الاخير كيفاش يخرجوا. بهذه الطريقه نكون كملت 12 حبه تاع التوزيعات تاع الدراجي. دوك نكملهم ونزيد ثاني نخدم لهم الحامله تاعهم عند وين ندخلهم ولا تخليهم هكا معليش، هي من الاحسن ديريهم على شكل بوكي باش يجي شباب. ودوك نشوفوا الطريقه تاع البوكي. هنايا جبت هذه تاع سكوتش، كي يكمل السكوتش تبقى لكم في الاخير سكوتش كبيره، ولا ما عندكش خدي كرتونه ودوريها ودخلت في وسطها هذا تاع الحاشيه ثاني اللي يكمل تاع الحاشيه من العريضه دخلته جا معاه نيشان في العرض تاعه. جبت سده ودورتها عليه ثاني لون اسود نديرو كاع نفس الديكور لصقته كاع عليها هكا وندخل هذاك باش هذا بوليستير باش يدخل فيه العواد الشواء بالساهل. وين ما عندك جيبي من برا من حانوت تاع الكتروميناجي ولا ودخليهم في وسطه. نقصت هنايا الحواف وتاني نديكوريها بالحاشيه ونغلفها بالبلاستيك في الاخير. Thank you.
هذا هو الشكل تاع البوكي تاع توزيعات الدراجيه بمناسبه المولد النبوي الشريف. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره وتكون مفهومه. ثانيه ايضا حاجه بسيطه تقدري تخدميها في الدار للاطفال، سورتو الا كانوا عندك ولاد جوارينك ولاد عائله كبيره ثاني فيها الاطفال بزاف، خدمي بوكي هكا وفي النهار تاع المناسبه قسمي عليهم، منها صدقه للدراري ومنها تفرحيهم ثاني يفرحوا بزاف. لبغات شيء بسيط هكا ما عندهش حتى معنى بصح هما يفرحوا به سورتو في المناسبات. ان شاء الله يدخل علينا بصحه والهنا كل عام وانتم بخير، ونخليكم في الاخير مع هذه اللقطات تاع البوكي، وان شاء الله تقولوا لي رايكم في التعليقات كالعاده. الى اللقاء في فيديو اخر.